هنتكلم على نوع تاني من جينيتك ديس اوردر غير الكروموزومال، اللي هي السنجل جين ديس اوردرز. نتكلم على سنجل جين ديس اوردر اللي احنا متعودين عليها، اللي يبقى فيه جين واحد هو اللي فيه ديفكت. اوكي، زي السيكل سيل انيميا، بيتا سيل انيميا، جين واحد هو اللي فيه ديفكت بنسميه سنجل جين ديس اوردر. موست اكزامبلز بتاع السنجل جين ديس اوردر اللي هي زي الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم، زي جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، اي عندنا بايروفيت كايناز ديفيشنسي، كل الحاجات دي تعتبر سنجل جين ديس اوردر. طيب هنتكلم سريعا وهندخل على انواع الانهيرتنس. طيب السنجل جين ديس اوردرز بيتورثوا بطريقه مين؟ المندليان انهيرتنس. ايه هي برنسبل اوف مندليان انهيرتنس؟ ان كل جين بريزنتد ان بيرز، اوكي، وان في قليل ديفرنت قليل موجود عندنا، لكل جين ليه ديفرنت قليل، بس انا بيبقى عندي تو قليل فقط، واحد من الاب وواحد من الام. ان الاليلز بتاعتي ما بين الدوميننت والريسيسيف، كل الكلام ده انتوا خدتوه مع الدكتور محمد، اللي هي برينسيبلز اوف مندليان انهيرتنس، مش هنطول فيها. ان اثناء الفورميشن اوف جاميتس كل اليل بيروح لوحده لكل، يعني اثناء الجاميتس اليل كل جين ليه اثنين اليل، كل اليل بيروح لديفرنت جاميت. ان السيبريشن او السيجريجيشن بتاع الديفرنت اليلز الموجوده على نفس الكروموزوم بيبقى ايه سيجريجيشن بتاعه اندبندنتلي. كل البرنسبلز دي انت حطها مع الدكتور محمد اللي هي المندليان انهيرتنس. يبقى انا عايزك تعرف ايه فقط من هنا، ان السنجل جين ديس اوردرز اللي هي جينيتك ديس اوردرز ديو تو سنجل جين بروبلم ان سنجل جين، طريقه الانهيرتنس بتاعتها بتبقى ايه؟ مندليان انهيرتنس. طيب ايه انواع المندليان انهيرتنس عندنا؟ هي الاوتوزومال وايه السكس لينكد، هنتكلم عنهم بالتفصيل، دي محاضرتنا النهارده. هنتكلم عن الاوتوزومال انهيرتنس والسكس لينكد انهيرتنس. بس قبل ما ندخل في الجزئيه دي لازم نسال نفسنا في سؤال مهم. انت لما يبقى عندك انهيريتد ديس اوردر زي السنجل جين ديس اوردر، اوكي، او حتى كروموزوم انومالي، بنعملها دايجنوستس ازاي؟ هنبدا بالدايجنوستس، نركز على بتاع السنجل جين ديس اوردر. بنعمل دايجنوستس ازاي للسنجل جين ديس اوردر؟ ممكن نعمله اولا، اول طريقه نعمل دايجنوستس للسنجل جين ديس اوردر اللي هي بيفور بيرث، بيفور بيرث اللي هي برينيتال، اللي هي اسمها ايه؟ برينيتال دايجنوستس، ان انا اشخص المرض قبل ما الولد ايه يتولد، الطفل يتولد، اسمها انترا يوتراين او برينيتال دايجنوستس اللي هي بيفور بيرث. يبقى الانهيريتد ديس اوردرز ممكن اعملها دايجنوستس امتى؟ على ديفرنت ستيجز اوف لايف. نمبر 1 بيفور بيرث اللي هي اسمها ايه؟ برينيتال او انترا يوتراين. عندنا اكزامبلز كتيره من ديزيز ممكن نكشفها في الفتره دي، زي السيستيك فايبروزيس، زي داون سندروم، الكروموزوم الانوماليز، ممكن نعملها اثناء البرينيتال دايجنوستس. طيب معدينا مرحله البرينيتال، الطفل اتولد. طيب اول ما يتولد بنعمل حاجه اسمها نيونيتال سكريننج اللي انت خدتها في اليورينري، اسمها نيونيتال سكريننج، معناها during the first days of life، يعني بعد ما يتولد اول كام يوم بعد الولاده بنعمل ايه؟ حاجه اسمها نيونيتال سكريننج، بنكتشف امراض معينه. الامراض ديت ليه اسمها نيونيتال سكريننج؟ ان انا بكتشف المرض الوراثي من قبل ما يظهر عليه اعراض على الطفل، زي فينالكتونوريا، جلاكتوزيميا، كونجنتال هايبوثايرويديزم، كل الحاجات دي هلقطها قبل ما تعمل اي مانيفستيشن على الطفل، فبالتالي سميناها سكريننج، نيونيتال سكريننج. وات مينت باي نيونيتال سكريننج؟ ان انا هعمل دايجنوستيك تيست اثناء الفيرست دايز اوف لايف افتر بيرث من قبل ما يظهر السيمبتومز عشان القط المرض ده. اوكي، فهي الاكزامبلز عندي لازم احفظها، الفينالكتونوريا اللي انتوا خدتوها بتاعت اللي هي الفينال الانين امبورن ايرور ميتابوليزم، اللي هي الفينال هيدروكسيليز اللي خدناها في اليورين، او جلاكتوزيميا مشكله في الجلاكتوز ميتابوليزم، او كونجينيتال هايبو ثايرويديزم. دولت من اشهر ثلاث امراض بيدخلوا في النيونيتال سكريننج. في اغلب الدول بيعملوا النيونيتال سكريننج اول ما الطفل يتولد، لمين الثلاث ايه الامراض دولت اللي هي جلاكتوزيميا، فينالكتونوريا، والكونجينيتال هايبو ثايرويديزم. تمام، ممكن اسالك اقول لك قول لي اكزامبل لديزيز الايرلي دايجنوستس بتاعه والتريتمنت اثناء النيونيت هيفرق مع الطفل، اللي هو هتقول لي مين اللي انا بعمل لهم نيونيتال سكريننج؟ معنى ليه اخترت الثلاث ديزيز دولت او حطينا جروب اوف ديزيز؟ لان الديزيز دي كل ما تعمل ايرلي دايجنوستس او ايرلي تريتمنت هيفرق مع الطفل. اوكي، غير ما الطفل يتولد بايه مثلا سباين بيفيدا، هو اوريدي موجود السيمبتوم ظهر عليه، اما انا بدور على مرض وراثي لسه ما ظهرش عليه ولو سبته شويه هيبدا ايه يعمل له منتال ريتارديشن او ياثر عليه.
دي اللي بنسميها نيونيتال سكريننج. اوكي سو نيونيتال سكريننج هاو ماني ديزيز وي هاف، وي هاف 3. سو ليه اخترنا الثلاثه دولت؟ لان كل ما اعمل ايرلي دايجنوستيك تريتمنت هيفرق مع الايه الطفل اللي عندي. دي اللي اسمها ايه، فينالكتونوريا جلاكتوزيميا وكونجنتال هايبرثايرويديزم. تمام، يبقى اول ليفل اللي هي قبل الولاده، تاني ليفل اللي هي بعد الولاده على طول، ثالث ليفل ان هي بعد الولاده بس بدا يظهر عليه المانيفيستاشن، بنسميها بقى وقتها نيونيتال، بس ما نقولش نيونيتال سكريننج، هنقول عليها نيونيتال دايجنوزيس. ليه؟ لان خلاص المرض بدا يظهر على الطفل، بقى كلينيكلي ابارنت. دي بتبقى ايه بعد فيرست ويكس، يعني فيرست ويكس الطفل عدى عادي، بعد كده بعد الفيرست ويكس بدا يظهر عليه علامات المرض، فدي وقتها لما اكتشف المرض ما اقولش عليه نيونيتال سكريننج، بقول عليه نيونيتال دايجنوزيس، لان خلاص ظهر عليه المرض. يبقى دي الثالث ليفل اوف او الثالث ستيج اوف دايجنوزيس، برينيتال نيونيتال سكريننج نيونيتال دايجنوزيس. اوكي رابع ستيج اللي هو اصلا ما يظهرش طول حياته بعد كده ليت ان لايف. عندنا ديزيز كتيره، في ممكن الواحد يقول لك هل في جينيتك ديزيز ممكن يظهر متاخر؟ ايوه زي الاكزامبل عندكم ايه، الفاميليال هايبركوليستيريميا المكتوب عندك اللي هي ديورينج الادلت لايف، يعني فاميليال هايبركوليستيريميا ده مرض وراثي سنجل جين ديس اوردر، بس هكتشفه ايه لما واحد يدخل في البريماتور اتيروسكلروز والحاجات اللي خدناها في الكارديو فاسكولار، اكتشف المرض متاخر. دي في الأدر لايف. هل في أمراض تانية عدت علينا الأعراض بتاعتها بتظهر لي في الأدر لايف؟ أيوة حطوها في الـ MSK، مرض اسمه ماك إردل ديزيز، اللي كان الناس اللي بيعملوا إكسرسايز ويتعبوا بسرعة كان عندهم مشكلة في الجلايكوجين. ماك إردل ديزيز ده كان واحد عنده مشكلة في الجلايكوجين في المسل ما بيتكسرش، فبالتالي وانس بدأ يعمل إكسرسايز فجأة كده طول حياته ماشي كويس، فجأة يقول لك أنا بلعب مع أصحابي بدأ أتعب بسرعة. ده اسمه ماك إردل ديزيز، من الامراض برضو اللي خدتوها قبل كده عدت عليكم بتبقى الدياجنوز بتاعها الادلت لايف. تمام، يبقى دي الاربع اكزامبلز بتاعتنا اللي هي برينيتال نيونيتال سكريننج نيونيتال دياجنوز والادلت لايف. لما اقول لك دي اكزامبل ديس اوردر بعمل له ريكوجنيشن او دياجنوز ديورنج ادلت لايف، هتقول لي الفاميليال هايبر كوليسترينيا. تمام، في اكزامبل تاني او دياجنوز تاني اللي هو انا هعمل دياجنوز مش للمرض، واحد عنده مرض لا هعمل دياجنوز لل كارير، دي سبيشال ايه دايجنوز، ان انا هعمل ايه دايجنوز للناس الكارير، ان انا اثناء السكريننج في المجتمع لقيت مثلا عملنا سكريننج في جامعه المعرفه لقينا كم واحد ما عندوش المرض بس هم كارير تو ذا ديزيز، دي اسمها ايه بكتشف المرض اثناء ايه السكريننج. بس كمرض نفسه عايز اكتشف واحد عنده المرض نفسه، يبقى هي البري نيتال نيتال سكريننج نيتال دايجنوز والادلت لايف. لازم نعرف الاكزامبلز، لازم نعرف الاكزامبلز بتاعت البري نيتال نيتال سكريننج اللي هي النيونيتال دايجنوزيس والايه ادلت لايف دايجنوز. الاربعه دولت لازم نعرف الاكزامبلز المكتوبه بالاحمر. تمام، تعالوا نركز على البرينيتال دايجنوز اللي انا بستخدمها عشان اكتشف بيها السنجل جين ديس اوردرز او ميتابوليك انهيريتد ديس اوردرز او حتى كروموزومال انوماليز، بعملها بالايه برينيتال دايجنوز. وات از مينت باي برينيتال دايجنوز او تيستينج؟ في الاسم الاصح قبل ما اقول كلمه برينيتال دايجنوز، في واتس كولد باي برينيتال برينيتال جينيتك تيستينج. معناها ايه؟ اللي انا هعمل تيست للام اثناء البرينيتال ستيج اللي هي اي ديورينج بريجننسي. بنقسمها البرينيتال تيستينج انتو تو اللي هي فور سكريننج اند فور دايجنوز. تعالوا نفهمها اكتر. يعني يقول لك ايه؟ اول حاجه واحده جايه لي حامل بريجننت، هعمل لها تيستات اسمها برينيتال سكريننج. اوكي؟ يعني واحده حامل عادي او واحده عندها بريفيوس كونديشن قبل كده او اولد ايج، فانا عايز اعمل سكريننج. السكريننج ده بيبقى ايه؟ تيستات نوت انفيزيف، تبقى نون انفيزيف برينيتال تيست. زي ايه؟ الالترا ساوند، اعمل لها الترا ساوند، هاخد ماتيرنال بلاد سامبل ادور عليها على مواد اسمها كومبوننتس معينه زي البيتا هيومن كورونيك جونادوتروبين، هدور على الفا فيتو بروتين، هدور على حاجه اسمها بريجننسي اسوشيتد بلازما بروتين ايه، في حاجات كده معينه اقعد اقيسها في الماتيرنال سيرم. في تيست تاني اسمه نون انفيزيف برينيتال تيستينج، ده بعمل ايه؟ باخد عينه الدم من ام بس هدور على سمول سيركليتنج دي ان ايه، هي قطعه من الدي ان ايه جايه لي من الطفل تبقى سيركليتنج في دم الام. فدي كل الحاجات دي من الترا ساوند او اللي هي يعني بروتينز وهرمونز بدورها في الماتيرنال بلاد او اللي هي بدور على الدي ان ايه سيركليتنج في الام، دي كلها تعتبر نون انفيزيف تكنيكس، بحطها تحت مين؟ تحت السكريننج. عنوان مين؟
السكريننج. وانس الاقي في مشكله في النتائج الثلاثه دولت اللي هم نون انفيزيف دولت، ابدا اضطر انقل على المرحله الثانيه اللي هي برينيتال دايجنوستيك اللي هي بتبقى انفيزيف. اتدخل بقى اللي هي مين، عندي نوعين من الانفيزيف اللي هي كورونيك فيلا سامبلينج، ناخد سامبل من الكورونيك فيلا اللي اخد سامبل من البلاسينتا، او امنيوسنتيزم اخد سامبل من الاميوتيك فلويد اللي حوالين البيبي. ده يعتبر الطريقتين دول انفيزيف. ما عملش مين من الاول، ما جيش ست بريجننت كده قال لها معلش انا هعمل لك دايجنوستس للمرض اكتر، مين ما تتاكد اعمل سكريننج الاول، لو لقيت فيه ابنورماليتي في النون انفيزيف انقل على البرينيتال دايجنوستس. هنا بعمل دايجنوستس لان هاخد عينه دايركتلي من يا اما من امنيوتيك فلويد او من البلاسينتا، عشان كده اسمها برينيتال دايجنوستس. هشخص اقول للست لا معلش الطفل عندك عنده داون سندروم، لا ده عنده سيستيك فايبروز، ده عنده وات ايفر. فاهمين ازاي؟ عملتها ازاي؟ ان انا خدت اوريدي سامبل على طول من عند الطفل اللي هي الفلويد اللي حواليه او من البلاسينتا. هو السؤال بقى امتى اعمل اخد عينه من البلاسينتا اللي هي كلينيك فيلا سامبلينج؟ قال لك لما يكون في الفيرست تريمستر. يعني لو انت عملت السكريننج في الفيرست تريمستر ولقيت ابنورماليتي في الفيرست تريمستر، في المرحله دي ممكن تاخد من الفيلاس اللي هي كلينيك فيلاس تاخد سامبلينج، يبقى حوالين الاي 10 ويك. طيب لو اتاخرت عملت الدياجنوز بتاعك السكند تريمستر، تضطر تنقل على الطريقه الثانيه اللي هي الاميو سنتيز، تاخد عينه من الاميوتيك فلويد. يبقى لو سالتك عايز تعمل دياجنوز للكروموزوم الانومالي او عايز تعمل دياجنوز لسنجل جين ديس اوردر في البرينيتال ستيج، هتقول لي يا دكتور الاول هل هي في الفيرست تريمستر ولا في السكند تريمستر؟ لما اقول لك دياجنوز يبقى انت دلوقتي بنتكلم في الانفيزيف. لما اقول لك دياجنوز يبقى بتكلم على انفيز واحد من دول. هتقول لي لو قلت لك حوالين التنس ويك، هتقولي خلاص يبقى هنعمل كورونيك فيلاس سامبلينج. لو وصلنا للفيفتين ويك يبقى هعمل اميوتيك سنتيز. فاهمين ازاي؟ لما اقول لك دي اسمها برينيتال دايجنوز، سواء للكروموزوم الانومالي او للسنجل جين ديس اوردر. بس المعتاد لو انا هعمل من غير اي حاجه هبدا سكريننج نون انفيزيف، بعدين فولد اب باي الدايجنوز اللي هو الانفيزيف. لازم نعرف التايمنج بتاع كل واحد فيهم، سواء اللي هي كورونيك كورينيك فيلا سامبلينج او الاميو سي دي 10 ويك ودي 15 ويك. اوكي، مع الاكزامبلز بتاعت الديزيز بتاعتنا اللي هي من برينيتال نيونيتال نيونيتال والادلت ديت الاربعه دولت مع السامبلينج الستيجز دي مهمه جدا. نيجي بقى نبدا بالانهيرتنس. قبل ما نتكلم على الانهيرتنس بتاع السنجل جين ديس اوردر اللي هي المندلين انهيرتنس، لازم نعرف احنا بنعبر عن الانهيرتنس ازاي بطريقتين، البانيت سكوير او بالبيديجري اللي هي الايه فاميلي تري. البانيت سكوير انتوا عارفين خطوها اللي هي الدايجرام، باخد البيرنت الاثنين بيرنت، باخد الجين اوف انترست بتاعي التو الليل بتاع الجين اوف انترست واحطها ما بين التو بيرنتس، باخد الماتنج بتاع التو بيرنتس اللي هي المذر والفادر او فادر والمذر ما تفرقش الترتيب، واشوف ايه البوسيبل اوت كم بتاع الايه الاوف سبرينجز بتاعتي اللي هي جينوتايب بوسيبل جينوتايب اوف الاوف سبرينج. يبقى اخد التو بيرنتس اخد اللي هي الاليلز واحطها، وعارفين لو الدوميننت بديله كابيتال والاي الريسيسيف بديله سمول لتر. تمام، هنا دلوقتي الاكزامبل اللي قدامكم ده بيقول لك ده عندك اب وام، مش محدد مين اللي فوق الاب ولا الام، ما بتفرقش معايا دلوقتي هو مش محدد. اوكي، هنا بيقول لك ده يعتبر هيتيروزايجس وده بنسميها هيتيروزايجس. ليه؟ الاثنين قليل مش شبه بعض، واحد كابيتال والتاني سمول، واحد كابيتال والتاني سمول. يقول لك طيب لو عندك اثنين هيتيروزايجوس للصفه ديت، للصفه دي او الجين ده، الاثنين التو بيرنتس دولت يعتبروا هيتيروزايجوس، دولت الاولاد بتوعهم هيطلعوا ازاي؟ في قاعده كده يقول لك لو اثنين هيتيروزايجوس يبقى 50% من الاولاد هيطلعوا هيتيروزايجوس زي الاب والام، 50% عندهم الاثنين كابيتال، و50% هيبقى عندهم الاثنين سمول. يبقى اثنين هياخدوا الدوميننت شيب، 25% هياخد الدوميننت، 25% هيبقى في عنده ريسيسيف، و50% هيبقى هيتيروزايجس عنده الايه الدوميننت ويل ريسيسيف. نيجي للبيديجري اللي هي الفاميلي تري، الثاني طريقه بوصف بيها الانهيرتنس بتاعي اللي هي الشكل ده، كل جنريشن يبقى لاينز، كل جنريشن يبقى لاين، الفيميل سيركل والميل يبقى سكوير. الافكتد لو عنده ديز بيبقى لونه اسود. اوكي، الابيض ده معناه نوت افكتد. احيانا الكارير بنعمل له نص اللون، يعني بنيجي لنص الشكل ونعمل نظلله يا اما بالاسود او نعمل له مثلا سيركل في النص.
بالشكل ده كده، عارفين؟ يبقى اعمل ايه؟ اما سيركل في النص او اعمل اظلل في النص، واحيانا ما يتظللش خالص. يبقى مثلا الرسمه دي ما فيهاش اي تظليل، معناها هو حط الكارير والنورمال كلهم ابيض، يبقى دي اوبشنال. يبقى اللي هي الاساس اسود معناها افكتد، الابيض معناها ان افكتد. الان افكتد ده قد يكون نورمال خالص او قد يكون كارير. واحيانا في بديجريز تانية لا تحب تفرق ما بين النورمال كومبليتلي نورمال والكارير اللي هي توضح الكارير، اللي هي تظلل النص في الشكل بتاعي او تحط سيركل جواه عشان تبين لك ده ايه كارير. تمام. اول فيرست بيشنت او اول واحد في شجره العيله بيبقى عنده ديزيز بنسميه ايه؟ برو باند. البرو باند معناها اول واحد في العيله ظهر فيه المرض والرسل للايه الاخرين. اوكي طيب تعالوا بقى ايه نبدا نطبق على الفور انهيرتانس معايا جايز اوريدي لازم عشان نبدا معاك. احنا قلنا هنتكلم عن الانهيرتانس بتاع سنجل جين ديسوردر اللي هي اسمه مندليان انهيرتانس. طيب ببساطه جدا عندنا اوتوزومال انهيرتانس وسكس لينكد انهيرتانس، بمعنى الجين بتاعك اللي هو السنجل جين ده هل موجود على الاوتوزوم اللي هي من 1 ل 22 كروموزوم، ولا موجود على السكس لينكد اللي هي اكس واي. تمام. يبقى تقسيمه المندليان انهيرتانس بتاع سنجل جين، اول حاجه الجين اوف انترست بتاعك اللي هو السنجل جين موجود على الاوتوزوم، واتس مينت باي اوتوزوم اللي هي كروموزومز من 1 ل 22، ولا موجود على واحد من السكس لينكد اللي هي الاكس والواي. دي اوكي يبقى تفرق معانا، دي اول ايه نقطه. تاني نقطه، طيب الاوتوزومال ده هل هو الجين اللي فيه ميوتيشن دوميننت، طبيعته دوميننت يعني ايه سائد، ولا هو ريسيسيف متنحي؟ اوكي يبقى عندي اوتوزومال دوميننت وعندي اوتوزومال ريسيسيف. يعني اوتوزومال معناه الجين على الاوتوزوم، دوميننت يعني الميوتيشن بتاعي دوميننت. معناها ايه دوميننت؟ انتوا عارفين دوميننت معناه الجين اللي فيه ميوتيشن بيظهر لوحده، مش لازم نسختين، نسخه واحده ويظهر المرض. طب ريسيسيف معناه ايه؟ ان الجين اوف انترست بتاعي متنحي، الجين اللي فيه ميوتيشن متنحي، الشكل بتاعه اللي هو فيه ميوتيشن متنحي. يبقى عشان المرض يظهر لازم النسختين تكون ايه موجودين عشان يبقى ايه يبقى ريسيسيف، يبقى ايه مانيفستد على الشخص. اوكي كل دي الكلام احنا اوريدي عارفينه. طيب الاوتوزوم نعرف ايه كمان؟ لما اقول لك ايه ده اوتوزوم الانهيرتنس معناها ان الايكوال تشانس اوف انهيرتنس للديزيز ما بين الميل والفيميل، معناها الدوتر والسن الاثنين هاد ايكوال تشانس، ما بتفرقش هو ميل اور فيميل اللي هو السن اور دوتر، لان الانهيرتنس مرتبط بالاوتوزوم مش مرتبط بالسكس لينكد. طب نيجي للنوع الثاني من السكس لينكد، نقسمهم ما بين واي لينكد والاكس لينكد. الواي لينكد ما فيهوش دوميننت ريسيسيف، هو ايه نوع واحد اللي هو اسمه واي لينكد. اما الاكس لينكد ده الاوتوزومال، في دوميننت وفي ريسيسيف. دوميننت معناها ال 2 اكس لازم يكون دوميننت، معناها 1 اكس يبقى فيها مشكله كفايه يظهر المرض. اوكي الريسيسيف معناها 2 اكس لازم يكون فيهم المرض عشان يظهر ايه المانيفستيشن اوف ذا ديزيز. هنا بقى في الاكس لينكد بتفرق الطفل عندي هو ولد ولا بنت. هنا ما كانش تفرق معايا السكس بتاع الجندر بتاعي، هو الميل او فيميل ما بتفرقش معايا في الوراثه. اوكي ما بتفرقش معايا حتى في البنت سكوير ما بفرقش ما بين ده ولد او بنت او اكس وواي، ما بتفرقش معايا. اوكي اما هنا لا، الجندر بتاع الاوف سبرينج بتاعي هيفرق هو هل هو دوتر اور سن في الوراثه بتاعتي. يبقى هنا الوراثه دي مختلفه عن الوراثه دي، ان دي هتفرق ما بين هنا ما تفرقش ما بين الميل والفيميل، هنا هتفرق ما بين هل هو الاوف سبرينج ميل اور فيميل. طيب تعالوا نبدا بايه بالانواع بتاعتنا. هنتكلم على الاوتوزومال النوعين بتوع هو دوميننت والريسيسيف، وبرده في الاكس لينكد الدوميننت والريسيسيف. هنتكلم كلام بسيط على الواي لينكد، يعني الخمس انواع اللي قدامنا دي هنتكلم عنهم. طيب كل نوع لازم تعرف الكرايتيريا ايه صفات الانهيرتنس والاكزامبلز بتاعت المرض. اوكي وركزوا معايا عشان نحدد انواع الديزيز عشان ايه نسهل الامور، مش كل الديزيز هنحفظها. تعالوا نشوف اول حاجه. لما قلت هو اول نوع عندنا من الهيلث اللي هو اسمه اوتوزومال دوميننت، بما قلت كلمه اوتوزومال معناها ما بتفرقش معايا هل ميل ولا فيميل، ما بتفرقش معايا الاوف سبرينجز ميل ولا فيميل، يبقى ترانسميشن للديزيز ايكوال ما بين الاثنين. اوكي يبقى ترانسميشن از نوت افكتد، يعني ترانسميشن اوف الجين ده نوت افكتد، او المشكله بالجين بتاعي ده نوت افكتد باي سكس. شايفين بتقال بكل الطرق، ممكن تسال كده الاوتوزومال دوميننت ايه الكرايتيريا بتاعته اختار لي منها، ممكن يتقال لك ان ايكوالي بتوين ميل اند فيميل صح،
ان ال not affected by sex صح، فاهمين ازاي؟ كل نفس المعنى. طيب دي بالنسبه لكلمه اوتوزومر. كلمه dominant ان الجين بتاعي of interest او mutation او الديزيز بتاعي يعتبر dominant، معناها ايه؟ معناها ان لو عندي طفل affected او عندي individual affected لازم تحلف ان لازم حد من البيرنس بتاعه affected. فاهمين زي ما عنديش كارير، المرض ده ما فيهوش كارير، النوع من الانهيرنس ده ما فيهوش كارير. اوتوزومال دوميننت انهيرنس معناها ابيض او اسود، يا اما وانت واحد نورمال تماما النسختين الجين عندك سلام، او انت اسود اللي انت افكتد. تمام، ما عنديش رفاهيه الكارير، ما عنديش حاجه اسمها حامل للمرض، لان المرض ده دوميننت معناها ان الجين لو حصل فيه ميوتيشن نسخه واحده ويظهر عليها المرض. تمام؟ طيب يبقى once طفل يجي لك عندك عنده مرض وراثي اوتوزومال دوميننت، ما ينفعش يقول لك اصلا انا عندي مرض وراثي اوتوزومال دوميننت وبابايا ومامتي سلام، ما ينفعش. ما الجين اكيد جاي لك من الاب او الام، والاب والام لو حتى عنده جين واحد منهم الابنورمال لازم يكون عندهم المرض. دي معناها ان جينريشنز كلها الناس اللي عندها الفاميليز اللي عندها المرض ده اللي هو اوتوزومال دوميننت، العيلة كلها جينيشن الأب والجد والكلهم لازم يكون في حد عنده affliction، لازم يكون في affected. عشان كده لو تيجوا تشوفوا المنظر الفاميلي تري بتاعهم، كل الفاميلي تري كل لاين كل horizontal line فيه اللون الأسود، لازم يعني ده ورث لدول وده ورث اللي بعديه، مفيش حاجة اسمها يعني جروب كده يبقى أبيض في النص وبعدين الأسود يظهر، لا ما عنديش كارير، ما عنديش كارير. يبقى once واحد يجي يقول لك انا عندي فاميليال هايبركوليسترينيا، يبقى لازم تعرف تحلف ان مامته او باباه عندهم فاميليال هايبركوليسترينيا. تمام، واضح؟ واضح. تمام، يبقى every generation in the pedigree لازم تكون affected، لازم يبقى فيها اللون الاسود. تمام، ما فيش حاجه اسمها unaffected parent don't transmit to the A. لا، once ان حد عنده affection يبقى لازم البيرنس بتاعته affected، لازم نعرف خلاص. طيب انا قلنا عندنا يا ابيض يا اسود، ابيض معناها two genes سلام، اوكي. طيب لو اسود اللي هو affected dominant، طيب قال لك تفرق هل هو اسود completely اسود يعني homozygous يعني two genes فيهم mutation، ولا heterozygous معناها one gene سليم والتاني مش سليم. هتقول لي هتفرق يا دكتور، ما هو الراجل هيظهر عليه المرض بنسخه واحده. هقول لك بالنسبه للراجل نفسه او الست نفسها البيرنت مش هتفرق، يعني انا عندي المرض خلاص ظهر عليه المرض سواء انا هوموزايجس او ريتيرو زايجس، بس هتفرق مع اولادي الاوف سبرينجز بتوعي. ليه؟ لان انا لو انا كحد عنده مرض دوميننت وماتنج مع حد ما عندوش المرض تفرق معايا الاوف سبرينج من ناحيه ايه؟ لو انا هوموزايجس يبقى كل الاولاد هيطلعوا عندهم المرض، لان الاولاد هياخدوا الجين يا اما من انا عندي نسختين بايزين، يبقى هم كل واحد اولادي كلهم هياخدوا الايه النسخه الميوتيشن، يبقى كل الاولاد يبقى افكتد. طب لو انا كنت عندي المرض بس هيتيروزايجس، يعني المرض ظهر عليا بس هيتيروزايجس، معنى هاف اوف ماي شيلدرن ويل بي افكتد، يبقى تفرق معايا انا؟ لا، هتفرق مع الاوف سبرينج. تعالوا نجربها كده، تعالوا نبص هنا. شايف بيقول لك ايه؟ عندك بيقول لك النورمال فادر، هو حدد ده الفادر، قال لك ده نورمال وده مرض وراثي دوميننت، فبالتالي الجين اللي فيه ميوتيشن هديله الحرف الكابيتال، الميوتيشن هديله الحرف الكابيتال، والنورمال هديله الحرف الصغير. تمام، لان المرض بتاعي دوميننت، يبقى الجين اللي فيه ميوتيشن هديله الحرف الكابيتال اللي هو الدي كابيتال، والدي سمول معناها ده النورمال. فبيقول لك الاب نورمال للجين ده، يبقى معناها الاثنين نورمال. الام هي الافكتد، تمام، يبقى عندها المرض، بس قالوا دي هي تعتبر هيتيرو زايجس، ماشي، يبقى معناها عندها جين افكتد والتاني نورمال. تمام، يبقى كده اوكي ظهر عليها المرض، اه ظهر عليها المرض لانك فيها واحده دي كابيتال ويظهر عليها المرض. تعالوا نبص للاولاد هيطلعوا ايه. شايفين الاولاد شكلهم ايه؟ 50% من الاولاد سلام زي الاب، لان خدوا دي من هنا سليمه وخدوا دي السليمه بتاعت الام وسيم هنا، اما هنا خد الدي اللي فيها ميوتيشن من الام مع الدي السليمه، هنا بقى عنده ايه؟ هيتيروزايجس افكتد. يبقى 50% هيبقوا نورمال
و50% عندهم المرض بس هم على مستوى الجينو تايب هيبقى نوع انهي تيرو غير. تمام. تعالوا نشوف ايه للاب. اهو الاب هنا هم مش عارفه ليه الاكزامبل عندنا جايين على الام في الحته دي. ماشي هنيجي للاب بعد كده هنخلي هو الديزيز. هنا النورمال فادر لمرض دوميننت فدينا له دي سمول ودي سمول. هنا الام افكتد بس هوموزايجس معناها دي كابيتال ودي كابيتال. شايفين الاولاد بقى كلهم عندهم الدي كابيتال واحده ويكفيني واحده عشان يظهر عليه المرض. فالاولاد هنا تاثروا بقى 100% افكتد وبقى هم هيتيروزايجس مش زي الام هوموزايجس لا هم هيتيروزايجس. واضح؟ واضح. طيب لما اقول لك واحد عنده اوتوزومال دوميننت وكان هيتيروزايجس يبقى نسبه الاصابه في اولاده هتقول لي ايه؟ هتقول لي 50%. تمام. لو اقول لك واحد عنده اوتوزومال دوميننت بس كان هوموزايجس يبقى معناه ايه؟ الاولاد هيبقى 100% افكتد. افتكر هل هو اسود كومبليت اسود ولا اسود مش فاهم ازاي فاهمين قصدي ايه؟ افتكر دي اللي تفرق معايا في الاولاد. طب ايه الاكزامبلز؟ عندنا تو اكزامبلز هناخدهم الفاميليال هايبركوليستيريميا اللي لسه قايل عليها في الدايجنوست في الادلت لايف وتاني واحده الاكيوت انترميتنت بورفيريا بتاعت الهيم ميتابوليزم بتاعت الهيم ميتابوليزم. دي تو اكزامبلز الايه؟ هنذاكرهم في الاوتوزومال دوميننت. لازم تعرفوا الاكزامبلز فيري جود. اوكي جايز في اي سؤال في الاوتوزومال دوميننت؟ طيب نيجي الاوتوزومال ريسيسيف. الاوتوزومال ريسيسيف اوتوزومال من قلت كلمه اوتوزومال معناها ما بتفرقش معايا ميل اور فيميل نو افكشن بالسكس هو خلاص هي او الجندر بتاعي. تمام. طيب بما انا قلت اوتوزومال ريسيسيف معناه ان الجين اللي فيه المشكله يعتبر متنحي وهديه اللي هو ما بيظهرش هديه الليتر سمول ليتر يبقى الجين اللي فيه ميوتيشن هديه له سمول ليتر وده معناه ان عشان يظهر على المرض على الشخص لازم النسختين يبقى فيهم الديزيز لازم يكون هما ميوتيشن. طيب وبين كلمه ريسيسيف عرفت ان ممكن يبقى الشخص يحمل واحده سليمه والثانيه ميوتيشن معناها عندي الكارير ايه بوسبيلتي يبقى كلمه ريسيسيف خلت ظهرت كلمه ايه كارير عند ظهرت كلمه كارير معناها ان ممكن الاقي في البيديجري بتاع الجنريشن ما فيهاش وفجاه يظهر عندي المرض يبقى معناها الجنريشن اللي كان كلها ابيض دي معناها ما كانوش نورمال بيرفكت 100% ده هم كانوا كارير عشان كده بدا يظهر ايه المرض يبقى لما تلاقي بيديجري مش كل جينريشنز فيها يبقى تعرف ده ايه معناها ده نوع ايه ريسيسيف ده ريسيسيف بين ميل وفيميل يبقى ده معناه اوتوزومال مش كل افكتد يبقى ده ايه ريسيسيف اجين يبقى من البيديجري ده ليه قلت عليه اوتوزومال ديزيز اوتوزومال ريسيسيف لان الميل والفيميل افكتد. اوكي طيب تاني في جينريشنز فيها وفي جينريشنز ما فيهاش يبقى دي اقول عليها ايه اوتوزومال ريسيسيف. ايه الامراض اللي الاوتوزومال ريسيسيف اللي هناخدها؟ هي السيكل سيل انيميا والبيتا ثلاسيميا وهناخد ايه كمان؟ انا مش ظاهر عندي كل حاجه ليه مش عارف ايه اللي مكتوب عندك يا جماعه؟ سيستيك فايبروسس فينايل كيتونوريا ناخد فينايل كيتونوريا تمام ولا اقول لكم خلاص خليها سيكل سيل انيميا وبيتا ثلاسيميا فقط تمام؟ اوكي اوكي تمام اوكي طيب هو ما فيش غير يوسف هو اللي بيرد عليه صح؟ موجودين دكتوره الباقي فين؟ الباقي موجود؟ ايه دكتوره موجودين 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 يا دكتوره اوكي خلاص والله احسن خلاص اوكي معايا يبقى لما اعرف اوتوزومال ريسيسيف معناها الميل والفيميل افكتد عادي معناها في جينريشنز هتبقى ابيض معناها يعني ايه جينريشنز ابيض معناها هم كانوا كارير مش ظاهر عليهم المرض. اوكي طيب ايه الاكزامبل سيكل سيل انيميا وعندنا مين البيتا ثلاسيميا تعالوا نبص يقول لك شايفين ده مرض قلت لك ده اوتوزومال ريسيسيف معناها ان الجين اللي فيه ديفكت هو اللي واخد الحرف الصغير القليل اللي فيه ديفكت هو الاي سمول. اوكي والاي والنورمال هيبقى هو الاي كابيتال ما هو اللي قلنا ايه مين اللي هياخد السمول هنا اللي هو اللي فيه ديزيز قبل كده اللي كان واخد ديزيز في الدوميننت هو الايه الكابيتال هنا عشان المرض بتاعي الوراثي بتاعي ريسيسيف خليت السمول هو دي يمثل ايه اللي فيه ديفكت الطبيعي هو الايه الايه كابيتال. تعالوا نبص المنظر ده قلنا ماذر اند فاذر الاثنين دولت يعتبروا ايه
يكتلوا زي جس الجين صح؟ عندهم الجين الديز وعندهم الجين السليم، معناها دول بالنسبة للمرض بتاعي طيب عندهم المرض ولا يعتبر نورمال كومبليتلي ولا يعتبر نورمال كارير؟ كارير كارير صح؟ لأنه حاملين الجين الفي ديز بس مش عليهم المرض، مش ظهر عليهم المرض. طيب الاثنين تعتبروا هيترو زيجس كارير، دول يعتبروا هيترو زيجس كارير. مثلا دول سيكل سيل انيميا، الام عندها سيكل سيل انيميا كارير والاب يعتبر سيكل سيل انيميا كارير، الاولاد هيطلعوا ايه؟ احنا قلنا قاعده لما يكون اثنين هيترو زيجس ماسكين مع بعض هيبقى 50% من الاولاد هيبقوا زيهم، 50% واخدين الحرف الكابيتال و 50% واخدين الحرف ايه السمول. طب تعالوا نطبقها هنا، دي معناها 50% من الاولاد هيطلعوا كارير زي الاب والام، 50% 25% واخدين فقط الاي كابيتال معناها دول نورمال، 25% هم اللي واخدين الاي سمول، والاي سمول دول معناها دول 25% دول اللي يظهر عليهم المرض صح ولا لا؟ صح. ايوه الدكتور صح تمام. حد عنده مشكله؟ لا لا دي لازم ايه نفكر مع بعضنا. يبقى لما يجي لك المرض او يجي لك السؤال انت ممكن تعمل بالانس سكوير او تكتب جنب على جنب دي ايه كانت اللي ما اقول لك اثنين كارير للسيكل سيل انيميا، اب وام الاثنين كارير للسيكل سيل انيميا، هتعبر عنها ايه؟ هتكتب ايه كانت الاي سمول ايه كانت الاي سمول. خلاص هقول لك نسبه الكارير في الاولاد قد ايه، هتقول لي دي هيتروزيجس دي هيتروزيجس قاعده ايه 50% هيطلع شبه الاب والام. اوكي عايز ترسم الجدول لازم تبقى لو تعرف تعود نفسك من دلوقتي تعرف ترسمها في ورقه الاجابه اللي هي سريعه، في ناس بالنظر في ناس بتضطر لازم ترسم ايه الجدول، بس بيجي في الامتحان بوسيبيليتي سهله، البوسيبيليتي ايه سهله مش محتاجه منك كالكوليشن او ترسم الايه الجدول. تعالوا نبص لهنا، حد يعبر لي المرض ده؟ ده بيرنت وده بيرنت، ده المذر وده الفادر، حد يوصف لي 50% دكتورة كارير و 50% نورمال. الأب والأم، أوصف لي الأب والأم في الحالة دي، ده مرض أوتوزومال ريسيسيف، أنا قلت لك ده المرض ده ما لازم أحدد لك ده بنت المرض الوراثي أوتوزومال ريسيسيف. ها ده اللي البيرنت فوق ده يعتبر إيه بالنسبة للمرض الوراثي ده الأوتوزومال ريسيسيف؟ كارير لأن بني قلت ريسيسيف يبقى الصغيرة هي الإيه اللي فيها ديزيز، والتانية ده يعتبر كارير بتاعي. هل عليه المرض؟ لا بس هو حامل المرض. طب ده البيرن ده يعتبر ايه بالنسبه للمرض؟ نورمال اي كومنت تاني؟ الاثنين سلام، احنا قلنا السلام في الريسيسيف هديله الايه كابيتال واللي بايز في الريسيسيف بديله الايه سمول، يبقى ده البيرن دوت اللي هو هنا اللي هو الفادر يعتبر نورمال ما عندوش اي. اما هنا شوف بقى كمان الاطفال طلعوا شكلهم ايه، حد يقول لي يوصف لي الاطفال طلعوا شكلها ايه؟ ما تبصوش الاجابه انت حاول لوحدك. طلعوا إيه؟ نصهم كارير نصهم كارير ونصهم نورمال نصهم نورمال بالظبط كده، احنا بندرب مع بعض فمش عايزين نبص الاجابات. ها ده مرض لما اجيب لك بانل سكوير اقول لك ده مرض وراثي اوتوزومال ريسيسيف يبقى الديزيز هو ده اللي هي الاي سمول. طب اوصف لي البيرنتس بتاعي الفادر شكله ايه؟ الفادر يعتبر ايه؟ ديزيز لانه عنده الاي سمول الاثنين اي سمول. طب الام نورمال. شوف بالرغم الاب عنده الديزيز الاولاد طلعوا كلهم ايه؟ كارير ما عندهمش المرض، حاملين المرض فقط. تمام تمام اوكي. هنا هي اجين اللي هي دي بيقول لك اثنين هيتروزايجس اهو، شايفين اثنين هيتروزايجس من غير ما نبص بقى للنسب، اثنين هيتروزايجس يبقى 25 هياخدوا الكابيتال، 25 يبقوا واخدين الاسمول، وايه و50% هيتروزايجس بالنسبه للمرض ده الهيتروزايجس هو ده يعتبر الكارير، الاي كابيتال 25% نورمال، واخدين الاسمول يعتبر 25% الايه الافكتيف صح ولا لا؟ صحيح. حد عنده اي سؤال في الاوتوزومال قبل ما ندخل على السكس لينكد؟ دكتوره بس الحروف انه دائما الكابيتال لتر بيكون نورمال والسمول لتر بيكون افكتد لازم يحدد ولا على حسب لازم قبل بيبقى قدامك البنت لازم يتقال لك هو دوميننت ولا ريسيسيف عشان تحدد مين هياخد الكابيتال ومين هياخد السمول. فاهم قصدي ايه؟ تمام. يعني لازم يقول لك الديزيز ما ينفعش يجيب لك كده ده كده اوكي من غير ما اقول لك ده اوتوزومال ريسيسيف،
لان ممكن ده يكون اوتوزومال دوميننت، يبقى الاثنين دول كان دي افكتد. لو ده لو ده كان لو الشكل ده قدامك بالظبط ده بس المرض اوتوزومال دوميننت، تخيل. يبقى الاي كابيتال هي الديزيز والاي سمول هي النورم، صح؟ تمام. بالمنظر ده ده هيبقى عنده ديزيز وده هيبقى عنده ديزيز وده هيبقى عنده ديزيز، وفقط 25% اللي ما عندهمش ديزيز. نظرتك للبنت سكوير اتغيرت خالص. تمام ايوه، دي نقطه مهمه. بس سؤال مهم، انا ما ينفعش كده عمياني اعرف مين اللي فيهم ديزيز ومين كده، مش قاعده. هو لازم يقول لك، لازم يتحدد لك ده اوتوزومال ريسيسيف ولا دوميننت. لو قال لك دوميننت يبقى الكابيتال هو الايه اللي فيه ديزيز، لو قال لك ريسيسيف يبقى السمول ليتر هو الديزيز. تمام. لو قال لك دوميننت معناها ان يكفيني ابقى هوموزايجس او هيتيروزايجس هيظهر عليا المرض. عشان كده قلت لكم حطوا الشكل ده نفسه بس قول عليه دوميننت، يبقى ده عنده المرض وده عنده المرض وده عنده المرض. اما مين اللي ما عندوش مرض؟ ال 25%. هتقول لي في الحاله دي 75% عندهم المرض و25% ما عندهمش المرض. ده لو كنت قلت كلمه اوتوزومال دوميننت. شوف نظرتي للبالانس سكوير والانتربريتيشن بتاعي اختلف تماما. واضح يا دكاتره؟ تمام واضح. واضح يا دكتور. ايه بس ايه تبقى واضح؟ يعني ايه ما ينفعش كده، مش قاعده ثابته، هي بتختلف على نوع الانهيرتنس. تعالوا نيجي بقى للسكس لينكد انهيرتنس. السكس لينكد انهيرتنس مهم جدا. احنا قلنا سكس لينكد معناها ان يا اما على الواي يا اما اكس. اول كلمه لما عرفت ان هو سكس لينكد معناها الجندر بتاع الاوف سبرينج هيفرق معايا. هل دي سن اور دوتر؟ هل هي